السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواني في الله وأهلا من جديد. اليوم بإذن الله مع عرض جديد، مع تخفيض جديد لإحدى الهواتف التي سبق أن كانت من زمان منذ أعوام، ولكنها حاليا تتردد هذه النسخة على عدة ماركات عالمية. الهاتف معلوم من زمان وهو نوكيا 3310. اليوم شركة أوينا أخذت هذا التصميم وأنتجت هاتف من هذا النوع تحت اسم XP 3310. الجهاز بتخفيض حاليا 14% التخفيض من السعر الإجمالي للجهاز، بحيث صار $18. الجهاز متواجد باللون الأسود، الأزرق، الرمادي، البرتقالي وحتى الأصفر. شراء الهاتف عبر البريد المسجل في ظرف 15 يوم إلى 28 يوم مقابل $3.50. على العموم الجهاز كما تشاهدون داعم جميع الشبكات. الكاميرا الخلفية 0.8 ميجا، والأمامية نفس الشيء. السكرين سايز 2.4 انش، متعدد اللغات. الرام 32 ميجا والروم 32 ميجا. يأتي مع الجهاز بطارية 1000 ملي امبير، والجهاز والشاحن. ابعاد الهاتف 11.56 سنتيم في الطول، 5.10 في العرض، 1.28 سنتيم في الارتفاع. اما ميزان الهاتف فهو 100 جرام اخواني. اذا هذا هو العرض. هناك من يحبون النوع انواع مثل هذا الهاتف كما تشاهدون يا اخواني، ومن زمان هو محبوب الجميع والكثير. أتمنى أن ينال العرض إعجابكم إخواني. لا تنسوا الضغط على زر لايك وكذا الاشتراك في القناة ليصلكم يوميا كل جديد العروض والتخفيضات من موقع جيربست. تحياتي، السلام.